صباح الخير لكل مشاهدين نهار الثلاثاء سبيشال ليديز. اليوم موضوعنا موضوع اللي حيكون شوي قوي، موضوع كثير اكيد من الصبايا اللي حيكونوا ناطرينه. رح نحكي اليوم عن الارداف وشو هي الكومبينيشن المثلى اللي ممكن نستعملها كرمال نتخلص من هالمشكله. انا قبل ما بلش مع ايمان بسبيشال ليديز، اكيد اليوم ايمان كيفك؟ هاي فايف. رح بلش احكي عن الشيبس شوي. بتسمعوا كثير بيقولوا ابل شيب، بيقولوا بير شيب، بيقولوا اور جلاس شيب. خلينا نشوف اول صوره لنعرف نحن ليش عم نحكي شيبس، وبعدين فرجيكم اياها اذا بدكم فيجولي. الفيميل بودي شيبس لما نحكي اذا بدكم بهذا الليكسيك العام يلي بيحكوا فيه، اور جلاس، بنانا اور ستريت، بير اور بيل يلي هي اليوم اكثر شيء رح يكون موضوعنا، برجع بعدين الابل اور تريانجل. رح اخذ انا اخر اثنين باقصى اليمين، البير شيب او الابل شيب، لنحكي انه البير شيب هو الوزن الموجود تحت الوسط، والابل اور تريانجل هو الوزن او الشحم الزائد، الشحوم الزائده بالميل العليا او فوق الوسط. خلينا نشوف الصوره الثانيه بتفرجي اكثر، صوره مهضومه بتفرجي البير شيب والابل شيب versus بعضهم، وهن هيدول شيبس بنشوفهم كل يوم نحن بحياتنا. بدنا نشوف هلا بعد شوي شو الكومبينيشن المثلى كرمال نقدر نشتغل عليهم. برجع بنتقل للصوره كمان اللي بعدها. اوكي، عم نحكي اليوم بط اكزرسايز، وقت احكي ارداف بحكي كمان بط اكزرسايزنج. قصامين لثلاث اقسام، رح نشوف شويه حركات لهم بخلونا نعمل تونينج لهالمحل، لهالمحل معين بالجسم. لكن الكومبينيشن اللي عم بحكي عنها منا كومبينيشن بتتعلق بشغله وحده ممكن نعملها، هن ثلاث اشياء بدنا نشتغل عليهم بطريقه دائما نكون عم ناخذهم بعين الاعتبار. يعني بدنا ناكل بطريقه كثير منيحه. اليوم ما تعرفوا هدول الوزن الزايد، هذا الشحم الزايد بيجي من هابت منا كثير منيحه بالاكل. نظام غذائي من اخصائي او اخصائي التغذيه متبع بطريقه كثير 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 منيحه رح يساعدني انا كون عم باثر على هدول المناطق اللي حكيت عنهم. كارديوفاسكولار بروجرام يكون فيري سوليد، 3 لـ4 مرات بالاسبوع اكون عم بشتغل، لانه الى جانب حركات التقويه اللي حتشوفون اليوم لازم يكون عندي كارديوفاسكولار بروجرام يكون فيري سوليد كرمال اقدر اتخلص كمان من الوزن الزايد، لانه من اهم الاشياء اللي ممكن اعملها لاتخلص من الوزن الزايد هو بيسكلي الكارديوفاسكولار ورك اوت. ايمان كيفك اليوم؟ قديش هالمشكله دائما بيحكوا عنها الصبايا؟ كثير بعانوا منها الصبايا. صحيح. انا الحلقه الحاديه لجينيفر بمينيابوليس عم تحضرنا هلا، واكيد لسونيا من سوريا كرمال كمان يقدروا يعملوا هدول الاكسرسايزز. رح نبلش على سايد ويز. اكيد اليوم نحن بريفيربلي تشتغلوا على تريدميل، على اي اف اكس، على بايسيكل، على الماشينز اللي ممكن تلاقون بقلب الجيم، الى جانب حركات التقويه اللي رح نشتغل عليهم. اب اند داون 10 مرات لما تطلع ايمان شوي الاجر لتحت، سايد ويز 3 4 5 6 7 8 9 10 and 10. وي سويتش لتاني ميل، رح نطلع اكيد جرادجولي، رح نزيد اوزان هلا على الحركات يلي عم نعملها. اهم شيء تشوفوا وضعيتها لايمان مرتاحه، معدي مشدودة. We go up 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و10. بيرفكت. رح ابرم لتاني ميل، رح استعمل الرابر باند هلا. مهلك ايمان، واحد من هون، سويتش تنميل. ناو بالبوزيشن اللي كنت فيه على مهلك، شد معدتك، جو داون، جلسه لقدام من هون. اوكي، جو اب، ستي اب، لعد للخمسه، بعدين رح نعمل بلسز. 1 2 3 4 5. جو فور سم بلس. 1 2 3 4 5. سويتش لتنميل. جود. اهم شيء على الارض مثبت كمان الابر بودي تبعي من هون. جو اب 1 2 3 4 5. ناو بلس 5 تايمز. 1 2 3 4 5. بيرفكت. سويتش. خلينا نشيل على ظهرنا لانه بعد شوي رح نرجع لنعمل
كمان نحن وبيسايد بوزيشن بس على الفتنس بول اللي حننوع كتير بالاكسرسايزز كرمال تقدروا تاخدوا تشويس تبعكم او الالترناتيفز اللي ممكن نحن نقدم لكم اياهم على الارض. مثل ما نحن الكعاب شوي قريبين على لورا، بعمل بوش لفوق، اوكي بنزل لتحت، كمان اثنين ثلاثة، معدي مشدودة عم بتنفس بطريقة صحيحة، 5 we'll go for 10 more، 1 2 3 4 5 5 more to go، 1 2 3 4 5 perfect high 5 جود جوب. هلا رح زيد الصعوبه شوي، انا رح نطلع على ميديسن بول، رح تكون تحت الاجرين، تحت اجريها لايمان، رح تعمل كمان بوش نفس الحركه اللي عم نشتغلها ولكن رح تكون اصعب بكثير، فيها تشالنج اكثر، وهذا الموديفيكيشن يلي بحكي عنه دائما. ليتس موديفاي ذس اكسرسايز من هون، سبتيها مثل ما بترتاحي، خليني ساعدك. اوكي اب اند داون وين يو ريدي، واحد شد المعدة منيح، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة جود جوب، سبعة ثمانية نحن هلأ بسوباين بوزيشن، تسعة عشرة بوز شوي لفوق، 1 2 3 4 ريليس and go down. قديش مهم صبايا تعرفوا، كمان شباب تعرفوا، ولكن بما انه special ladies نحكي نحنا ladies culture اليوم، عم نقول قديش مهم تعملوا كمان cardiovascular training، مش بس من الاهداف اللي نحنا بنعمل فيها cardiovascular training اكيد لا ننزل وزن ونساعد بالتمرين اللي عم نعمله هلا، لانه هن اثنيناتهم سوا رح يكونوا الفورمولا الافضل من انه نحن ننزل وزننا ونعمل لين بودي، ولكن كمان نعمل كارديو فاسكولار تريننج كرمال نعمل تريجرينج للكارديو ريسبيراتوري سيستم تبعنا، للقلب، للرويه، للشرايين تبعولنا. مشان هيك ما حدا منكم بقى يقول انه انا بتمرن كتير بس ما بعمل كارديو، او بعمل كارديو وما بعمل ويت ليفتنج، هيدول مجموعات لازم يكونوا كلهم يونت وحده تا نحن نكون فت. ما في شخص بيعمل ويت ليفتنج ويت ليفتنج ويت ليفتنج وما بيشتغل ابدا على كارديو فاسكولار تريننج وفي يعتبر حاله هو فت. سو هيدي الكومبينيشن وهيدي الفورمولا اللي عم بعطيكم اياها هي بيزكس من البيزكس، واهم شيء ممكن نعمله لنكون ناس فيري فت. رح نروح هلا على ركبنا ايمان، نرجع ببرون بوزيشن ايدينا بهالطريقه، لانه رح اعمل لاترال ليفت بكل بساطه، المعده مشدوده، ليتس جو، واحد اثنين بعلي الركبة أكثر، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، two more، one and two and two perfect we switch let's go، واحد اثنين ثلاثة بزبط قد ما في الكاحل لما اطلع، اطلعي لفوق، أربعة أوكي خمسة ستة سبعة ثمانية المعدة دائما مشدودة ما بنسى اتنفس، عشرة two more to go، one and two and two stretch pull back، ارجعي لورا بليز، inhale exhale great. هلا رح نرجع سايد بوزيشن بس على الفتنس بول، كمان حركه بدها ستابيليتي قويه، لما تحكوا فتنس بول عم نحكي ناخذ وقتنا لناخذ الحركه، نظبط الحركه تبعيتنا بطريقه كثير منيحه على مهل. اذا بدك مساعده I'm gonna help you، اكيد الايد على الارض هون رح تساعد انه نعمل سبورت للحركه، نشد المعده up and down، واحد up لفوق، أصابع شوي لتحت، اثنين جود جوب، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة جود جوب، ثمانية تسعة عشرة ليتس سويتش لتاني ميل. برافو إيمان، كيف حسيتي؟
تحسي بالجلوتس اريا شوي شدر مزبوط ها جريت. لكن الفورمولا المنيحة اللي كتير أساسية لازم تتبعوها هي رح أرجع عيدها ثلاث أشياء لازم تعملوها. تاكلوا كل يوم من الاثنين للأحد بطريقة كتير صحيحة، من الأفضل تستشيروا أخصائي أو أخصائية تغذية ولو مرة واحدة، تتكونوا دايماً عم تعملوا تراكينج للأكل تبعكم. تذكروا دايماً يكون عندكم دايت، مش يعني تنقطعوا عن الأكل، يكون عندكم دايت يعني تكونوا عم تاكلوا بطريقة صحيحة. تعملوا كومبينيشن كتير قوي ما بين الكارديو فاسكولر ترينينج وما بين حركات تقوية العضلات وحركات ليفتنج تونينج الويت ليفتنج اللي بنعملهم كرمال تكونوا عم تشتغلوا بطريقة كتير منيحة. رح نرجع هلا كمان على ظهرنا إيمان بليز مع الفتنس بول، رح نحط إجرين على الفتنس بول، رح نعمل رول لتحت اوكي زبطيها قدميها شوي لقدام، اجريك شوي واسعين، ايديك على الارض، تيك يور تايم. ما بنبلش حركه الا ما نكون اكيدين 100% انه رح نأديها بطريقه صحيحه وانه الاكزكيوشن تبعيتنا رح تكون صحيحه 100%. ليتس جو. واحد جو داون رول، تو ثري بنزل على الاخر، فور. شو رانيا فوتي معنا قربي؟ بدي فوت معك لانه عندي 100 سؤال بدي اسالك. مش 100 سؤال، انت ستيلك كنت واقف هيك عم تطلع عليا هيك. لا لانه في اشياء ما شو عم بصير هون بتفرق شوي امين، فهيك أوكي. بحب اسالك يعني هي يلا. لما عملتها من دون الفتنس بول قربت اجريها كثير على البعد، سو شو الفرق اذا كنا مقربين؟ الفرق انه لما تكون قريب كثير في عندك سبورت اكثر لظهرك. لما تكوني عم تقدمي لقدام مش عم تعملي البوزيشن بعد وحده ايمان بطريقه صحيحه، يعني مش بفضل انا يكون الكعب 100% بيوجع الظهر. ليش؟ لانه البوزيشنينج، ثانك يو ايمان، البوزيشنينج تبع الحركه رح نرجع نعيدها هلا ورح نحط ويت عليها. البوزيشن اذا بدك البوستشر منه صحيح بخلينا يكون جسم عم بيأدي الحركه يعني هي بطريقه مش مضبوطه. اكزاكتلي رح تقربوا بعد شوي ايمان صغيره وملاحظة في اشياء دقيقة كتير سوري بتحس انه بتفرق كليا الحركة صحيح. يمكن ما بتفيدك او شيء لما كانت عاملة مثل بوش اب اوقات فينا نعملها مثل بلانك نحط ايدينا أوكي. وهيدا شو الفرق مثلا هي حطت ايديها هيك فينا نحن لما نطلع على ايدينا اتس ديفرنت تايب اوف بلانكس، في فرايتي دائما بالبلانكس. العضلات تقريبا كتير هن ذاتهم عم بيشتغلوا، لما تشتغلي على كوعك او على ايديك عم بتزيد بريشر اكثر على التشست. عم صحيح يا ايمان. فاليوم بتنيناتهم عده عضلات عم بيشتغلوا، منهم التشست، فرونت دلتويد، ابس، باك، هيب فلكسرز، كوادريسبس، هدول كثير عم بيشتغلوا بطريقه مضبوطه. سو مشان هيك اليوم تأدية الحركات وفهم شو عم بصير بالحركه هذا رح يكون عامل النجاح للحركه هي ذاتها. يعني اليوم كيف باخذ ريزلتس؟ انا باخذ ريزلتس بطريقه منيحه لما اكون عم بعمل حركه تكون خاليه من خطر الاصابه، تكون عم بأديها بطريقه صحيحه. يعني دائما انا عم بحضرك اذا كنت بالاستوديو او برات استوديو هيك بيجي على بالي اسالك هالتفاصيل الدقيقه امين، يعني انت اصلا بتفسر كثير منيح. انما هيك لما بنكون نحن عم نعملهم بتحس هيك في فرق كثير بسيط، وهالفرق بيعمل خاصه لما يكون في سبيشال ليديز نهار الثلاثاء لما بنحكي كلتشر عن الليديز. لكن الحاجه كلت على كل حال ثانك يو لانك فتي على السات اعطيتينا. ثانك يو لك امين ايمان، ثانك يو سو ماتش. شو عنا هلا نحن؟ نحن رح ننتقل لعند ديزيري أزي بفاميلي ونحكي عن موضوع المشاهير اليوم، إنما بعد هالبريك.